في بعض الرجال اللي يحبون يصطادون النساء، إذا رأى امرأة أعجبته جميلة وجذابة شو يسوي حتى يصطادها؟ تشوفون هذا الرجل ما عمره يمكن قال نكتة ولا ضحك ضحكة، لكن تتغير نفسيته ويصير خفيف الدم أمامها. رجل آخر لا يعرف أن نقطة ضعف المرأة الزينة والعطور، يتزين ويكشخ ويتعطر حتى يكسب قلبها. واحد ثالث عمره ما قال بيت شعر ولا يفهم حتى بالغزل والتغزل، يبدأ يرسل لها قصائد شعرية. أنا حتى ذاك اليوم واحدة تقول لي كل يوم يرسل لي بيت شعر، وأنا عبالي إنه هو اللي ألف هو اللي يكتب، طلع بالأخير كله نسخ ولصق. واكتشفت بعد شهر ولا شهرين أنه كان عنده هدف، وصل لهدفه وبعدين ترك المرأة ومشى. فإذا مرة ثانية، أن هناك في ألاعيب وفي حيل يمارسها الرجال من أجل أن يوقع المرأة في الشباك، وبعد ما يحقق طلبة يتركها ويمشي. الغريب في الموضوع واللي أنا قاعد أشوفه حقيقة من القضايا اللي تعرض علي، أنه كثير من النساء يعرفون أن الرجال هذا كذاب لكن يستمرون بالعلاقة معه. طبعا ليش يستمرون؟ في أسباب كثيرة، لعل من أهمها أنه يحقق حاجة نفسية عند المرأة، يمكن يطرب سمعها، يمكن يثني عليها ويمدحها، يمكن يدعمها ماديا أو ماليا وهي محتاجة. ففي كثير من الأسباب، لكن المهم أن احنا لازم نعرف كيف نختبر ونكتشف الرجل الصادق أو الكاذب في العلاقة.